متابعينا مشاهدينا الاعزاء، بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط 28 للحقائق القعدان، ومن مسافة 3 كيلومترات ضمن تحديات ومنافسات وسباقات موسم الطائف الثاني في عام 2024 الذي لقب بعام الإبل. إذا متابعينا الأعزاء هكذا ننطلق وإياكم ونسير لنتابع بداية الشوط والمركز الأول، لنرى نحن وإياكم المقدمة وصدارة هذا الشوط. والانطلاق الأول حثلي بن عبد الله بن فلاح العجمي مع نجم مع المركز الأول. المركز الثاني وصل راعي الشاينية، يحضر مع مركز الوصافة ليتقدم ويقدم لنا انطلاقة باهر. باهر بهذا الشعار الباهر، من يتقدم مع المركز الثاني؟ شعار حسين بن علي بن محمد القرشي، من انتزع نقطة في صباح هذا اليوم من خلال انطلاقة الشاينية، يتقدم وينطلق في هذه اللحظات ليبحث عن النقطة الثانية. هذا الشعار يحضر بتمثيل هذا الميدان، ميدان الطائف عروس المصايب. شعار القرشي يحضر مع المركز الثاني، ولكن بن معلا يصل في هذه اللحظات مع انطلاقة منحاش. منحاش مع المركز الثالث تجاوز وتقدم مع المركز الثاني، عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي يتقدم. هذا الشعار ليقدم لنا منحاش، والوصول كذلك والحضور من شعار العامري مع ضرغام عبد الله بن حمد بن محمد القرين العامري. وشعار العجمي بدأ بالتدخل والتقدم والانطلاق والاقتراب وال هجوم نحو المقدمة. شعار عبد الله بن علي بن ربيع العجمي مع الغيهب هو الواصل في هذه الأثناء، والدوشري مع العاصوف محمد بن سلمان بن فارس آل قويد الدوشري هو الواصل بكل قوة. ولكن لنا عودة إلى بداية هذا الشوط وإلى العجمي مع المركز الأول مع نجم. النجم يتقدم ليكون نجما في هذا الشوط مع لائحة مع لوحة الألف والمئتين متر الأخيرة، هي الفاصلة عن بطل هذا الشوط. العجمي مع المركز الأول، وبن معلا بن معلا هو القادم مع المركز الثاني. ياهي من أسماء وشعارات حاضرة ومتواجدة على أرضية ميدان الطائف عروس المصايف، تحضر بكل فخر وبكل اعتزاز من أجل المشاركة في هذا السباق، سباق موسم الطائف الثاني في عام 2024. نعود إلى مجريات هذا الشوط، نعود إلى قائد المسار، إلى نجم مع المركز الأول حثلي بن عبد الله بن فلاح العجمي. ولكن منحاش غير وانطلق وتجاوز مع المركز الأول، ينطلق إلى الظفر بنوماسي هذا الشوط. منحاش عبد العزيز بن معلا بن عليان السهلي، ولكن كل الحذر من شعار العجمي مع الغيهب هو الواصل عبد الله بن علي بن ربيع العجمي. ولكن بن معلا مع المركز الاول، والعصا في الابطال، لم تصدر الاوامر، لم تذكر التعليمات حتى هذه الاثناء، منطلقا سائرا على سماعة الصوت، منطلقا مع المركز الأول، سائرا منطلقا مندفعا على سماعة الصوت، ينطلق ويجاوب على سماعة الصوت وينطلق مع المركز الأول ليتقدم مع بداية هذا الشوط. ولكن العجمي هو الواصل. حرك يا مالكي منحاش، حرك يا مالكي منحاش، روح للنوماس الغالي. الله الله الله. ولكن السهلي
السهلي السهلي انتزع نوماسي هذا الشوط. تهانينا يا ابن معلا من تعلى بنوماسي هذا الشوط مشكور يا ابو ربع. المركز الثاني حضر عبد الله بن ربيع العجمي، والمركز الثالث وصل رأي جوري سفر بن سالم العصيمي، والمركز الرابع شعار في اللحظات علي بن ناصر الغفراني مري مع المستشار، وخامسا شعار محمد بن سلمان بن فارس آل كويت الدوسري مع العاصوب. إذا متابعينا الأعزاء نعود بالتهاني وبالنماس لمالكي منحاش عبد العزيز بن معلا بن عليان السيلي ومشارب ربعه. من يتابع ويرافق شعار بن معلا شعار السيلي، تهانينا والنماس لمالكي منحاش عبد العزيز بن معلا بن عليان السيلي.